لكل اللي حابين يتعلموا طريقة حفظ الملوخية بالفريزر رح دلكن على طريقة. الملوخية المغسولة بنفردها على منشفة أو شرشف نظيف وبنتركها لحتى تنشف، بننشفها تقريباً نص نهار أو نهار حسب ما ينشفوا الورق من المي. بنعبيهم بالكيس، منسكر نص تسكيرة ومنسحب الهواء من الكيس قد ما منقدر، وهيك منحفظها بالفريزر. ولما بدنا نطبخها ما عاد بنعمل التقلية، مننزلها دغري هي ومتلجة على التقلية السخنة. والطريقة الثانية إنه ننشفها لحتى تيبس ونرجع نضبها بكيس.